رخيصة، وفي كمان واي ماكس اللي عملوه اللي هو غير الواي فاي، يعني الرينج بتاعه اكبر، بيغطي منطقة اكبر، ممكن يغطي مدينة. يعني انا اللي عملته امبارح بالليل دوت على الكمبيوتر، سمعت انت ولا لا؟ البنت بنت اختي مهندسة لعبت في التليفون كده، راح جايبة اخوها من امريكا وطلع على الشاشة وقعدنا نكلمه. في في يعني احنا كنت عامل زي العبيط، انا امبارح اول مرة استخدم حاجة زي كده. احنا لعيبة في التليفون، لعيبة في التليفون ببلاش ببلاش. لا ده دمار. لا هو مش بالبساطه دي، انا اتمنى ان يعني الحاجات دي تكون موجوده لكن مش بالبساطه دي. بس هي الفكره ان كل ده بيستلزم ترخيص، يعني مع احترامي طبعا انا برضو بقول لك في اجهزه بيجيبوها الناس يعني دلوقتي بتشغل بتاع اللي بقولها. قالوا لي كده في هو طبعا اللي عمله احمد ده طبعا برضو هيشكر عنه، وطبعا احنا برضو بنشجع الشباب في اختراعاتهم، وفي اذا كان هيبقى حق مؤلف او اختراع، لكن هذا الامر يعني يختلف عن انك انت لما تيجي تستخدم هذا الاختراع او هذا التأليف تستخدمه في القنوات الشرعية بتاعته. القنوات الشرعية دي انك انت لابد ان تحصل على ترخيص من الجهة المختصة بإصدار مثل هذه الانواع من التراخيص علشان تشغل الاختراع بتاعك كيفما تشاء. انما انك انت تشغله بدون ترخيص فده طبعا من شأنه ان هو يعرضك لمسؤولية قانونية وقد تصل الى مسؤوليه جنائيه. طب حصل يعني، فعشان كده بس احنا الحته دي هي دي اللي تهمنا في ان احنا انا عايز اوضح لحضرتك واسال حضرتك سؤال بسيط. دلوقتي لو انا عندي جهاز كمبيوتر بتاعي ومتوصل بالانترنت، نزلت اي برنامج دردشه بتكلم فيه مع اي حد في العالم، في مسؤوليه قانونيه؟ ما هو انت اذا الترخيص اللي هو جاي على برنامج على الانترنت بنزله من الانترنت مجاني بتكلم فيه مجاني مع الناس، ده في مشكله؟ لا طبعا مفيش مشكله، هو نفس الكلام بالظبط. لا بس انت اذا انت هنا عمليه اذا نقلت الصوت، نقلت الصوت عن طريق الانترنت، صوت او صوره لا معلش صوت او صوره، البراءه دي حاجه، البراءه دي حاجه، وان يعني انت تاخد ترخيص بتقديم هذه الخدمه، يعني البراءه نفسها كاختراع ما قدمش خدمه لحد الراجل. لا ما هو في ما عملش اي حاجه لحد، في خدمه بتتقدم من خلال الاصدقاء. لا هم دلوقتي بيقولوا لي في جهاز تليفون محمول بتاع انترنت. هو جهاز تليفون بيبقى فيه اسمه تليفون الانترنت. لا ده استخدمه في البيوت سارقينه كده. لا ده ما اعرفوش ده. هو هو حضرتك الكمبيوتر اتكلم دولي الساعه ب 2 جنيه. حضرتك الكمبيوتر النهارده بدا ينتقل، يبقى الموبايل عباره عن كمبيوتر بالظبط، فالامكانيات اللي موجوده في الكمبيوتر هتتوجد في الموبايل. فممكن حضرتك يبقى في البرامج اللي بتنزل زي سكايب والحاجات دي اللي هي بتسمح بنقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت تبقى موجوده على الموبايل، لكن الكلام ده لسه في اطار اختباري. في النهايه لازم هتستخدم الشبكه وهتدفع قيمه شبكه الانترنت. شبكه الانترنت او لو حضرتك شبكه اتصالات حضرتك لو انت مش متصل على هذه الخدمه وهو عايز يكلمك، ما هو لازم المكالمه تجيلك على موبايلك اللي هو الموبايل اللي معاك دلوقتي. امبارح احنا عملنا المكالمه كلمنا محمد في امريكا كلنا كل البيت كله محمد حضرتك على الكمبيوتر ومحمود على الكمبيوتر بنكله. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا محمود بيه، يعني انا في الحته دي هنعمل فاصل اعلاني معلش. طيب يا احمد، قول يا احمد موقفك القانوني السليم. خلوا بالكوا احمد معانا، اسمع عامل جهاز جديد، اختراع جديد انك انت تتكلم عبر الانترنت على التليفون المحمول تتكلم ببلاش. ممكن البتاع الاختراع بتاعك ده يبقى في الحياه يعني ازاي؟ ممكن نستخدمه استخدام يعني ممكن نعتبره كمبيوتر، الموبايل عباره عن كمبيوتر بنمشي بيه في اي حته، ندخل بيه على الانترنت بنعمل بيه كل حاجه. بس الموبايل من نوع معين، من طراز موبايل من نوع معين. يعني دلوقتي الاختراع بتاعك دوت انا لو عايز استعمله اعمل ايه؟ بشكل غير قانوني. بشكل غير قانوني. لا بشكل قانوني عشان هو الموبايل عادي جدا، تليفون نفسه تليفوني معايا، تليفون يكون هدي لي سيادتك بالظبط. لو التليفون هتحط عليه البرنامج، حط المبدئيا ان التليفون لازم يبقى ليه مواصفات خاصه، مواصفات ان مثلا ممكن يبقى عليه. هو انا في حاجه عايز اوضحها بس، ان احنا منزلينه يعني ممكن ينزل على موبايلات كتير قوي، ملوش يعني ما ينزلش على ماركه معينه عشان احنا طبيعي في حاجه في حاجه اسمها بلاتفورم اندبندنت، يعني ملوش دعوه بالجهاز نفسه اللي هو الجافا، دي لغه معروفه يعني.
احنا عاملينه باللغه دي، فاللغه دي ممكن ننزله في اي جهاز تليفون. ماشي. بس فجهاز التليفون ده لو فيه مثلا الانترنت لاسلكي واي فاي عادي، هو الراجل حضرتك مثلا هتوصله واصل على الانترنت، حضرتك هتنزل البرنامج، برنامج ممكن يبقى فيه برامج تانية يتحط جوه التليفون. البرنامج بينزل كأي برنامج عادي على التليفون، يعني عن طريق الانترنت، بيستخدم الانترنت ان هو ينقل معلومات عن طريق يعني ممكن كلام وكلم بقى اي حته في العالم عن طريق الانترنت. وطبعا لو في بقى صوره اشوفه كمان. يعني دي حاجه يعني اللي احنا عاملينه التالت ده، اللي احنا عاملينه ان احنا ممكن نزود عليه قدام، ممكن نزود عليه شبكه لاسلكيه تانية. يعني احنا دلوقتي حاليا عندنا الواي فاي والبلوتوث، البلوتوث اللي هو على الموبايلات ده، بس مشكله البلوتوث ان هو الرينج بتاعه 10 متر فحاجه صغيره، بس الواي فاي رينج بتاعه كبير حوالي 100 متر، فممكن يبقى مغطي منطقه اكبر. وفي الواي هيختلوكوا بتوع شركات المحمول ده، بيكسبوا مكاسب. بالعكس بتكسبوا كتير قوي. بالعكس، ما هو حضرتك في الاخر هو يعني لو عمل مكالمه لازم للطرف، المكالمه دي هتتسلم لحضرتك وانت ماشي في الشارع او في اي مكان، والمكالمه دي عن طريق الانترنت. لا ما هي مش حضرتك وانت ماشي في الشارع عن طريق الانترنت ازاي؟ ما هو في ولو دخلت على الانترنت اللاسلكي، في دلوقتي اسوان والاقصر متغطين، اسوان والاقصر تقريبا كلهم متغطين بشبكات لاسلكيه واي ماكس، فلو الموبايل في واي ماكس برضو ممكن حضرتك في المكان كله حتى ده يعني وده ممكن يخش القاهره بعد شويه. اكيد هينزل القاهره يعني العاصمه. هتتغطف بالواي فاكس دوت اللي الواي ماكس دي تكنولوجيا حضرتك بتختبر حاليا فعلا في الاقصر واسوان على نطاق ضيق جدا. اللي انا عايز اقوله لما تنجح هتنقل لما تنجح ممكن يعني ده طبعا الجهات وزاره الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات هم اللي بينظروا في هذا الكلام، لكن اللي عايز اقوله انت حضرتك بتقول للشركات المحمول اللي هتختالهم، بالعكس احنا اي تكنولوجيا جديده بتسمح بمزيد من الاستخدام لخدماتنا دي بتزود عدد المستخدمين. بعيد عنكم لا هيستخدمها، ما انا بقول لحضرتك حضرتك مش قادر تستخدم عن شبكه الانترنت، مالهاش دعوه بشبكات المحمول خالص. المكالمه بتتسلم في النهايه لمستخدم، واخد بال حضرتك؟ حضرتك ماشي في الشارع مش واصل على الانترنت، ولو وصل على الانترنت باستخدام شبكتنا اللي هي 3G، واخد بال حضرتك؟ ما انت هتدفع لي. فانا كشركه محمول بالعكس ده هيزود الاستخدام، ما عندناش يعني هيزود طبعا طبعا، بس هي الفكره ان هو الموضوع ده لازم له يكون له ضوابط. موضوع الفويس اوفر اي بي ده مش موضوع متثبت في العالم كله، لازم له ضوابط جامده جدا. يعني عندنا قوانين وحاجات تظبط الحاجات كلها، عندنا قوانين، بس العلم بيتطور تطور رهيب، التكنولوجيا بتتطور تطور رهيب، يعني القوانين لازم كمان تتغير طول الوقت. يعني القوانين ما تنفعش تفضل القوانين ثابته كده واحنا الدنيا بتجري. احنا معانا مين؟ الاستاذ عمرو رزق، مدير احدى شركات خدمات الاتصالات المحمول. استاذ محمود مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انا بمسي على الناس اللي قاعدين، والاستاذ عمر الشريف والاستاذ عمر الشيخ واخونا اللي عامل دلوقتي اختراع بنات اختراع. عايز اوضح بس حاجه دلوقتي يا استاذ محمود، حاجه مهمه جدا اللي هو الترخيص اللي قال عليه المستشار عمر الشريف. الموضوع ما يتسابش كده، لان زي ما استاذ المهندس عمر الشيخ قال، الفويس اوفر اي بي ده لو انت بتستخدمه في البيت فما فيش مشكله، لكن لو قلبته موضوع تجاري تتحبس. ما هو ما قلبوش، بس هدي اعصابك. لا ما انا جاي اوضح لحضرتك بس عشان نتكلم. بقول لك ايه، بلاش بقى تتحبس تاني، دي انا متعقد منها. ما هو ما قلبوش ولا عمل حاجه خالص. لا معلش، اصل الموضوع دلوقتي الراجل في الجامعه الامريكيه وعمل البحث وسجله وخلاص. لا انا بقول الفرق بين اي اختراع، اختراع جميل جدا بس لازم يتوجه لمرفق تنظيم الاتصالات بياخد رخصه، عشان في شركات دافعه مليارات، انا ماليش دعوه بالشركات دي على فكره، عشان تقدم هذه الخدمات. تمام كده، بس كده يا فندم. تمام، استاذ عمرو شرفت يا استاذ عمرو. شكرا يا فندم. روح اعمل الاجراءات. حلو. شوف ايه الاجراءات بتاعتك اعملها عشان يعني اللي انا مش عارفه واللي انا مش فاهمه ان الكلام ده انا مش مقتنع. يعني احنا الكلام ده طبعا ما نزلش على نطاق واسع، ما الكلام ده احنا ده مشروع تخرج، حاجه فكره عملناها. بس انتوا عاملين فكرة.